في البداية قد يتساءل المواطن عن تسمية القناة الجافة، وهل للربط السككي مع دول مجاورة أي دور، أم أن الموضوع سيكون مباشرا من ميناء الفاو إلى أوروبا عبر تركيا؟ لا، أولا مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وتحية للضيف الكريم أستاذنا الغالي. ومشروع طريق التنمية ليس جديدا، فكرة قديمة، ولكن أبصرت النور في ظل الحكومة الحالية وسرعة الخطوات للذهاب نحو تنفيذ هذه الطريق أو هذا الحزمة من الطرق السريعة وخطط طرق السكك الحديد، وأيضا ستضاف لها يعني خدمات أخرى بحيث تؤدي هذه القناة أو هذا الطريق ما منسوب له من أهداف اقتصادية. لا ننسى أن ننشئ ميناء عملاق، ميناء الفاو، هذا المشروع الاستراتيجي للعراق، وهذه الطريق طريق التنمية وما كان يسمى بالقناة الجافة هو المكمل لهذا الميناء، الميناء العملاق، ميناء الفاو الكبير. حاليا لا يوجد أي ترابط للقناة طريق التنمية لأي من دول الجوار. أعتقد المخططات واضحة أن خط السير المقترح واللي تم المصادقة عليه يمتد من ميناء الفاو مباشرة باتجاه الحدود العراقية التركية في فيشخابور مرورا بعشر محافظات عراقية. لا يوجد خطط حالية لربط أي من دول الجوار بهذه القناة أو هذا الطريق. القناة مسخرة بالكامل لخدمة ميناء الفاو الكبير وأيضا ميناء أم قصر الحالي، يعني هذا الميناءين الكبيرين سيجتمعان في قناة واحدة يمكن أن تنقل بضائع إلى داخل وخارج العراق. نعم. أجدد التحية بكما ضيفينا الكريمين، وبسؤال آخر لك سيد الكعبي، إذ ما أردنا أن نتحدث عن هذه القناة من الناحية العملية الواقعية على أرض الواقع، هنالك وأنت تعلم حجم كبير جدا من الشحن من الصين، من الهند، من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا. إذ ما أردنا أن نتحدث تحديدا عن تخفيض مدة الشحن من 33 يوم إلى أسبوعين، وهذا لربما هو الهدف الأساس وسبب الأكبر نحو مشروع طريق التنمية عبر العراق، هل هذا ممكن؟ نعم بالتأكيد، يعني هناك دراسات مستفيضة ودراسات عملية قامت بها الشركة الإيطالية الاستشارية أنه هذا الطريق سيكون الأقصر بين شنغهاي وبين الدول الأوروبية عبر جارة تركيا. هذا الطريق سيكون يعني نقلة واحدة بحرية من الدول المنتجة إلى ميناء الفاو، ومن ميناء الفاو إلى كل دول أوروبا بالطرق البرية عبر السكك الحديد أو الطرق البرية السريعة، بحيث لا توجد هناك مراحل للتحميل والتفريغ في الموانئ الأخرى الأوروبية كما يحدث مع قناة السويس أو مع البحر الأبيض المتوسط. هناك مراحل للشحن والتفريغ في أكثر من ميناء لحين وصول البضائع والحاويات إلى المستفيد النهائي. في هذه القناة ستكون هناك مرحلة واحدة هي مرحلة التفريغ في ميناء الفاو، ومن خلال هذا الميناء بريا سواء سككيا أو على الطرق السريعة مباشرة إلى أوروبا عبر الجارة التركية.